وعلى هامش المؤتمر التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة، معالي السيد جاسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة، حيث أعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره لجمهورية بولندا على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي يعكس الحرص والاهتمام بإرساء الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وأكد معالي وزير الخارجية تطلع مملكة البحرين لتوطيد علاقات الصداقة مع جمهورية بولندا والمضي بها لمستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات واستمرار التواصل بين مسؤولي البلدين لتحقيق هذه الأهداف التي تخدم مصالح البلدين. من جانبه أكد معالي السيد جاسيك تشابوتوفيتش تقديره لمشاركة معالي وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشيدا بدور البحرين وجهودها الدؤوبة لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة. وخلال اللقاء قدم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة دعوة إلى معالي السيد جاسيك تشابوتوفيتش لزيارة البحرين في إطار مسعي تطوير العلاقات وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.